يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هل معنى ذلك أن الشرطين لا بد أن يكونا مجتمعان في الشافع، إذن الرحمن له وأن يرضى قوله؟ كما سمعتم، إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد ولا يكون من المشركين، فالمشرك لا تقبل فيه شفاعة. نعم.